مساء الخير على حضراتكم. في اكتر من مليون شاب وشابة مصرية، اول ما وزارة التربية والتعليم اعلنت عن وجود 30,000 وظيفة لمدرس واخصائي مساعد، تقدموا على طول للوزارة وقدموا طلبات لانهم ينالوا الحظ والفرصة انهم يشتغلوا ويتعينوا. فات على هذا الكلام عدة اسابيع، لكن ولادنا دول اللي قدموا هذه الطلبات عايزين يعرفوا راسهم من رجليهم، ايه اخبار ال 30,000 وظيفة؟ طيب وصلتوا لحد فين يا وزارة التربية والتعليم؟ طيب لو حصل نصيب وانا كشاب اتقدمت وبعتوا له قلت له خلاص احنا موافقين عليك وهتشتغل، هل ده هيشتغل بمكافأة ولا بمرتب؟ هل هتعين ولا ده هيبقى عقد لمدة 3 سنين وحلني يا حكومة؟ تفاصيل هذا الموضوع بالكامل لانه يهم كثير جدا من الاسر خصصنا له فقره رئيسيه النهارده في برنامجكم مساء الخير. هيشرفني 2 من كبار قيادات وزاره التربيه والتعليم وهيجاوبوا على اسئلتي واسئله حضراتكم. عايز حضراتكم تنتظروا هذه الفقره وتتواصلوا معاهم على تليفون البرنامج، واعتقد كلكم حفظتوه بقى، كلموني من اي تليفون محمول على 137. ايضا في قضية مهمة مخصص لها الفقرة النهاردة بعد الانترو تتعلق بالامصال. عدد من اولياء الامور بيبقى عندهم امصال سنوية عايزين يطعموا بهم اولادهم، او اللي عايزين يطعموا ضد حمى شوكية، او اللي مسافرين لبعض الدول. عندنا مشكلة في الامصال تتعلق بارتفاع السعر، وايضا في جزء من الامصال غير موجود. طب الامصال دي غير مدعمة، ايه اللي يخلي هيئه المصل واللقاح فاكسيرا تخسر؟ النهارده كل واحد عنده مشكله مع فاكسيرا، عنده مشكله في مصل غير متوافر، لازم ينتظر هذه الفقره ويتواصل مع المسؤول اللي جايبينه النهارده من هيئه المصل واللقاح علشان يجاوبنا على اسئله حضراتكم. في الفقره الطبيه اليوميه النهارده هنتكلم عن امراض القلب والجديد فيها، واللي بيشرفني فيها استاذنا الدكتور محمد عبد الغني استاذ امراض القلب بطب قصر العيني. انتظروا هذه الفقرات وكلها مفتوحه امام حضراتكم بالتليفونات. عايز اكلمكم على ايه النهارده بصراحه ومن الاخر كده عشان نجيب من الاخر. الحكومه ناويه ترفع سعر تذكره مترو الانفاق، لكنها عماله تقدم رجل وتاخر رجل، لان قرار زياده تذكره مترو الانفاق قرار مش سهل، صعب جدا. وعاوز اذكر حضراتكم ان السيد رئيس الوزراء عمل مداخله معانا في البرنامج ده من حوالي 3 اسابيع، ولمح ان لازم سعر تذكره المترو يزيد علشان الحكومه تحافظ على منظومه مترو الانفاق، وعلشان كمان المترو ما يبص زي السكه الحديد لما انهارت. اذا الحكومه عندها وجهه نظر لرفع اسعار تذكره مترو الانفاق، تقبل وجهه النظر او ترفضها، بس فيها منطق، بتقول لك احنا عايزين نرفع علشان احافظ على المترو. طبعا الحكومه خافت ورجعت حساباتها واجلت قرار زياده سعر تذكره المترو، بس هل الحكومه كده تبقى صرفت نظر عن الزياده؟ الاجابه لا طبعا، اللي الحكومه بتنوي عليه هتعمله، بس هي حسبت حساباتها وشافت ان الوقت الحالي مش مناسب لزياده سعر تذكره مترو الانفاق. هنا بقى انا مع حضراتكم عاوزين نقول للحكومة حاجتين مهمين جدا في الموضوع ده. الحاجة الأولى على عيننا وراسنا يا حكومة إنك تحاولي تنقذي مترو الأنفاق من الانهيار، وتحاولي تسد العجز السنوي الكبير. بس يا حكومة السؤال لحضرتك مني كمواطن وباسم ملايين المصريين، ليه أول وأسرع حل للمشكلة هو قرار زيادة سعر التذكرة؟ ليه يا حكومة ما تفكريش خارج الصندوق؟ ليه يا حكومة ما تفكريش انك تدوري على بدائل تانية تسد بيها العجز بين الايرادات والمصروفات؟ يعني مثلا العجز في ميزانية مترو الانفاق يا اخوانا، يعني الايرادات اللي جالنا من التذاكر والمصروفات، العجز ده 170 مليون جنيه سنويا، حوالي 14 مليون جنيه شهريا. طيب ليه الحكومة مثلا او هيئة المترو
ما تفكرش انها تغطي العجز ده من خلال اتفاق مع وكالة اعلانية. نجيب وكالات اعلانية نقول لهم احنا هنديكم مترو الانفاق حطوا فيه اعلانات زي ما انتوا عايزين، وهتدونا في السنة والله اكتر من 200 مليون جنيه، وكمان حطوا اعلاناتكم جوه عربيات مترو الانفاق. ده هيجيب بالمناسبة فلوس كتيرة جدا، وفي الحالة دي ما نعليش سعر الدسكرة. كمان ممكن هيئة مترو الانفاق تعمل مول صغير، عارفين انتوا المولات بقى دلوقتي، مول العرب وست ستارز والكلام ده، نقدر نعمل مول يضم اشهر الماركات العالمية، ونأجر المحلات دي للماركات العالمية، ونجيب فلوس شهري وايجار سنوي. ده طبعا هيجيب فلوس كتيرة. اذا الحكومة ممكن تدبر العجز من غير ما ترفع او تغلي سعر تذكرة المترو مرة او مرتين. ولو زنقت معاكي قوي يا حكومة بيزودي سعر تذكرة المترو نسبة بسيطة كده. دي حاجة. احنا قلنا عايزين نكلمك يا حكومة في حاجتين. الحاجة الاولى انك لازم تفكري خارج الصندوق، ومش اول حاجة ترفع التذكرة عليا. الحاجة التانية اللي بنلوم عليها الحكومة، هو ليه الحكومة قبل ما بتعمل اي زيادة ما بتفكرش انها تعمل حوار مجتمعي معانا كاعلاميين، مع الناس الغلابة، تاخد رأيهم، تاخد فيه رأي الناس واقتراحاتهم. بلاش الحكومة تفاجئ الناس بأي زيادة في أسعار السلع والخدمات، ده خطر، زي ما عملت قبل كده لما رفعت سعر البنزين والسولار، وكانت معتمدة في قرار الزيادة وقتها سعر البنزين والسولار على شعبية الرئيس السيسي. بس هل كل ما الحكومة تنوي تعمل زيادة هتعتمد على شعبية السيسي؟ أكيد ده غلط، لأنها لعبة مش مضمونة. شعبية يوم فوق ويوم تحت، والمواطن بيقولك أنا بحبه بس برضو مش هدفع كتير. هل كمان سؤال مهم بقى، هل كل الخدمات والسلع تحت ايد الحكومة وتسيطر عليها وتقدر تسعرها وتخفض سعر وتعلي سعر؟ الاجابة لا. طب الاجابة لا ليه؟ لان القطاع الخاص بيتدخل وعمال يزود على مزاجه، ولا يزال يحتكر 85% من اقتصادنا في ايد القطاع الخاص، والحكومة ولا تقدر تهوب ناحيته. الحكومة سايبة الدنيا تضرب تقلب على دماغ المواطن الغلبان بدون ما تتدخل بكل وسائل الضغط على القطاع الخاص. هضرب مثل لكلامي يؤكد ان الحكومة رفع ايديها. خد عندك مثلا، وركزوا معايا بقى في المثل ده، قانون الايجارات الجديد، قانون الشقق، قانون الايجارات الجديد اللي النهاردة جيوب ملايين المصريين بيتكوي بسبب قانون الايجارات الجديد. غالبية المصريين يا اخوانا مش قاعدين في شقق تمليك، ولا واخدين اي شقق باقساط تبع وزارة الاسكان. المواطن المصري وخاصة الشاب اللي داخل على جواز بيحل مشكلة الشقة انه بيأجر شقة ب 300 400 500 جنيه. غالبية المصريين عايشين بالايجار الجديد. في قانون واضح بينظم العلاقة بين ملاك الشقق والمستأجرين. القانون بيقول ان عقد الايجار مدته 5 سنين. ده القانون، ده الكتاب بيقول كده. تعالوا بقى ننزل لارض الواقع، القانون ده مش موجود على ارض الواقع خالص. الحقيقة المرة انه كل المواطنين الغلابة اصبحوا النهاردة تحت رحمة ملاك الشقق. ادخن عقد ايجار شقة فيك يا بلد النهاردة مدته 2 سنين وبس، وعلى مفخيلك يا مواطن اركبه، ويجي المالك يفرض شروطه على المستأجر الغلبان، وبدل ايجار الشقة ما كان في 2 سنين 500 جنيه مثلا وزيادة 10%، تلاقي المالك في العقد الجديد يقول له بص انا مش هطلعك، بس عاوز تقعد ال 500 جنيه بقوا 700 وبقوا 800. انا حاسس بحضراتكم، وحضراتكم انتوا بتتواصلوا معايا بكل الوسائل، بتقعدوا تشتكوني من الموضوع، وعارف ان اغلبيتكم كمستأجرين شايفيني دلوقتي وبتقولوا نعم ده اللي بيحصل، ما انا واخده منكم. عاوز حضراتكم النهاردة تتصلوا وتحكوا للحكومة عن اللي بيحصل في بند واحد في قانون الايجارات الجديد، وازاي المالك النهاردة بقى هو المتحكم في المستأجر المسكين. كلموني من اي تليفون محمول على 137، من اي تليفون ارض على 0900 9900، ابعتوا رسائلكم على 9 11 72، وخلينا نقول للحكومة ان المواطن المصري الغلبان النهاردة بقى منه للطل. الكل عمال يمص دمه علشان مفيش رقابة، مفيش رقابة في الأسواق. اللي عاوز يبيع النهاردة أي سلعة بأي سعر هو طايق بيه في دماغه يقدر يعمل ده وهو مطمن، لأن مفيش حكومة هتمنعه، مفيش قوانين رادعة. احنا لما بنضرب المثل بقانون الإيجارات الجديد ده علشان ده بيمس ملايين المواطنين
اللي بيستغيثوا بينا وببرنامج مساء الخير كل لحظة والله من غلاء الأسعار دون رقابة. قل لي هتقول ايه للحكومة في قانون الإيجارات الجديد؟ قل لي لو الحكومة عايزة ترفع سعر سلعة تعمل ايه الأول؟ مش تعمل حوار يا اخوانا. طب لو الحكومة عايزة ترفع سعر مترو الأنفاق الدسكرة تقترح عليها اقتراحات زي ما اقترح؟ وارجع برضو لمشكلة قانون الإيجارات الجديد ولازم يتحل وما ينفعش انه يبقى سنتين العقد بس. خليني اخد اول اتصال تليفوني محمد من بولاء ثم صالح من القاهرة. اتفضل يا استاذ محمد. عليكم السلام. محمد اهلا بحضرتك يا حبيبي. دلوقتي حضرتك بتتكلم عن تذكرة المتر. نعم. طب يعني الفقراء والغلابة اللي زي حالاتنا ايه حلهم؟ ده ايه حلنا؟ احنا الشقق قالوا ايجار جديد، الحكومة ما عملتش حل. قالوا الغاز يزيد، الكهرباء تزيد، كل ده عمال يزيد 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 يزيد. فين الدخل بتاع الغلابة؟ فين دخل الموظفين؟ يعني انا موظف بأجر شقة. انت بأجر شقة مدتها كام قد ايه؟ كام سنة؟ 5 سنين. بيزود قد ايه سنويا؟ 10% طبعا. ده عقد قديم صح؟ يعني مضيق. لا 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 5 سنين. لا بضيلك مضي العقد بعد كده تتسرد. نعم. بعد كده تتسرد. وايه مشاهرة العقد طالما انت عايز تسمع عن بكام في الشهر؟ بكام في الشهر؟ 500 جنيه. 500 جنيه نعم. طيب المواصلات الموظفين كامل زي حالاتنا كام؟ عشان 500 جنيه وادفع فاتورة الكهرباء تجيلي قد كده وفاتورة. انت بتقبض كام اساسا؟ دخلك كام يا محمد؟ طيب الاتصال التليفوني معايا صالح من القاهرة. اتفضل يا استاذ صالح. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك. انا بتكلم على الايجار القديم. حضرتك كل ما تيجي تتكلم معانا في الايجار القديم تقول مجلس الشعب. طب اشمعنى الحكومة لما تيجي تغلي في كل حاجة ما بتقولش مجلس الشعب؟ يعني انا عمري ما شفت الحكومة بتتكلم في أي حاجة تقول احنا مخلين مجلس الشعب عشان يحل المشكلة دي. يعني بص انا هقول لحضرتك حاجة بتعملها على مزاجها. طيب اتفضل. انت قانون الايجارات القديم يعني اكتر من حد فعلا تواصل معايا وقال لي عايزين نفتح هذا الموضوع. بس انا عايز اقول لحضرتك مشكلة. اصل ده عاوز يعني تشريع. يا استاذ محمد طب ما هيئة الاصلاح التشريع دي هي بتشتغل ايه اصلا؟ هي بتعمل ايه؟ يعني بيجي بيحصل مشكلة للمرور بتروح عاملة قانون المرور. بيحصل مشكلة في الاحوال الجنائية بتروح عاملة تاني يوم في ساعتها. طيب تاني يوم ايه اقتراحك لقانون الايجار القديم؟ يتلغي يا فندم. يتلغي وتتحرر العلاقة بين الملك والمستأجر. يا استاذ محمد انا باخد ايجار 50 جنيه من شقة يعني 180 متر. انا باخد منها 50 جنيه. نعم. وانا مأجر ايجار جديد انا صاحب الملك وانا بأجر ايجار جديد مأجر ب 900 جنيه. فين بقى العدالة الاجتماعية اللي الرئيس بيتكلم عليها؟ انا معاك استاذ صالح. طيب صالح كده بيشتكي من مستأجر ثم يشتكي من مالك. من مستأجر مأجر له الشقة وفق قانون الإيجار القديم ب 50 جنيه وبيشتكي من مالك مأجر له شقة ب 900 جنيه وبيقول لك فين العدالة الاجتماعية؟ دي حاجات لازم الدولة والحكومة تلتفت ليها وتحط إيديها فيها وتحاول تحل وتجيب أصحاب المشاكل واللي عندهم اقتراحات ويقعدوا على ترابيزة واحدة يحلوا. إنما إحنا نظام هنحط راسنا زي النعامة كده مش هيستمر. خلينا ناخد رباب من جنوب سيناء. رباب ازيك وتفضلي. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ سلام ورحمه الله وبركاته. انا من جنوب سيناء من محافظه جنوب سيناء من مدينه ابو جنيمه. اهلا بحضرتك. كان عايز اقول لحضرتك شكوى معينه. اتفضلي. بخصوص اللي احنا بنعاني منها. احنا طبعا حضرتك عارف احنا في مدينه نائيه في محافظه جنوب سيناء. نعم. بعد المواصلات وكل حاجه بتعطلنا عن التطور والامكانيات. طبعا احنا من ابناء المحافظه تقدمنا مسابقات كتيره جدا في يعني في داخل المحافظه دايما بيتم رفضنا واحنا الابناء وحاطين على جميع الشهادات ابتدائي واعدادي وثانوي. يجي المحافظ او اي حد يعين ابناء محافظات تانية. اخر مسابقه بتاعت التامينات الاجتماعيه اللي حضرتك سمعت عنها واخدين 125 كلهم ابناء عاملين. لو حضرتك تخش على الصفحه الرسميه لمحافظه جنوب سيناء هتلاقي الشكاوي كلها بالاسامي ابناء عاملين. اشتكينا واتظلمنا ومفيش حد راضي يسمعنا. رحنا لمحافظ جنوب سيناء اكتر من مره. انا خريجه 2009 لفرنسا حقوق بتقدير عام جيد من جامعه القاهره وطالبه في دبلومه القانون العام بجامعه حلوان.
كل ده مش راضي يعترف بيه وحصل على الرخصة الدولية إدارة الكمبيوتر. وجينا في التيامات الاجتماعية مقبول دور تاني من مدينة وزميمة نازل اسمه. وجينا بأكتر من كده من جميع أبناء العاملين في المحافظة تعينوا. رحنا للواء أحمد فوزي رفض يقابلنا كتير. رحنا للمحافظ عند يعني غير ان ما عندناش مواصلات. نعم. احنا كان عندنا كمين واحد. طب شكوتك كده تروح لرئيس الوزراء ولا لرئيس الجمهورية عن التمييز بين المواطنين في محافظة جنوب سيناء؟ لا احنا بنناشد رئيس الجمهورية. نعم. لان احنا حصلنا تمييز كتير، احنا ما عندناش وحدة صحية. يبقى هناك تمييز رباب من جنوب سيناء بتقول يا ريس انا عندي تمييز بعاني منه انا كبنت من ابناء محافظة جنوب سيناء، وان ابناء العاملين في المحافظة هم اللي بيشتغلوا، وانها حصل على لسانس حقوق بتقدير جيد، واللي حصلوا واللي واخدين مقبول او دور تاني هم اللي تعينوا. انا ارجو من السادة المسؤولين الاهتمام بمثل هذه الشكاوى يا اخوانا، مش نقلب المحطة وشكرا. عبد الفتاح من القاهرة، اتفضل يا استاذ عبد الفتاح. ازيك يا وش الخير. اهلا بحضرتك. انت كده يا استاذ محمد بقيت اب واخ وابن وصديق لكل مواطن مصري بالطريقة الجميلة اللي بتعاملنا وبتكلمنا بيها. الله يخليك. بالنسبة للايجارات الجديدة دي انا ليا اقتراح، كان زمان في حاجة اسمه لجان التقدير. نعم ده ايام عبد الناصر ونص عمر السادات. ممكن نشوف قيمة المبنى اللي هيتأجر ومثلا نقسمه على الشقق وعلى مثلا 50 سنة. نعم. يبقى قيمة كذا والإيجار كذا وبرضه يكون فيه زيادات وحاجات من كده. نعم. لازم نطرح حل أو حلول. أنا ده كده يعتبر ممكن قريب شوية ونشوفه كل بقى مبنى حسب تكلفته الفاخر والمتوسط واللي بعمدان والبلدي وكده يا أستاذ محمد. أوكي أنا بشكرك أستاذ عبد الفتاح، بيقدم تصور أو رؤية اتفق فيها اختلف، بس على الاقل مواطن بيقدم لك فكره. ده الحوار المجتمعي اللي انا عايزه. قبل الحكومه ما تيجي وتاخد قرار مقفول كده وتحطه على راسنا لازم تتحاور معانا يا اخوانا. اخد محمد من الشرقيه، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. ساعه اللي قاعد في شقه ايجار؟ ايوه يا باشا. بكام؟ ب 500 جنيه. مدته كام سنه؟ 4 سنين. وما قلتلوش انا عايز الخمس سنين؟ لا هو قال لي 4. الراجل القديم قال لي 4، بس انا عندي مشكله اكبر من كده. اتفضل اتفضل يا محمد اتفضل. انا بابايا حضرتك كان من تربيه وتعليم وعنده دلوقتي ربنا يديله الصحه 64 سنه. نعم. تمام. ومامتي نفس القصه في 62 سنه، فهم تعبانين وعندي مشاكل وكده يعني. وطبعا معاش الحكومه يعني مش في اي حاجه، وانا خريج كليه اداب ومش عارف اتعين، ولو اي عقد حتى لو 300 جنيه بس بحيث ان انا اساعدهم وما اخرجش بعيد عنهم وكده يعني، بس مش عارف اعمل ايه. رحت كام مره للمحافظ الدكتور سعيد بتاع الشرقيه عندنا. محافظ 10 على 10 بس كام مره رحت مكتب بس ما بعرفش اقابله. الناس مش الناس مشكلتك انك عايز تقابل محافظ القاهره؟ الشرقيه. الشرقيه اسف، لو كلمناها على طول بكره الصبح بسهوله يعني وفرنا لك البتاع. انت شايف انه يقدر يوفر لك وظيفه؟ طيب ماشي. استسمح حضرتك بس يا استاذ محمد ما تقفلش تليفونك، الشباب هياخدوا منك تليفون. شباب عايز تليفون محمد من الشرقيه، ونتواصل صباحا ان شاء الله مع السيد محافظ الشرقيه. اميره من القاهره، اتفضلي اميره. استاذ محمد ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. انا كنت بشتكي في وزاره التربيه والتعليم. نعم. انا حاولت اوصل لهم كذا مره. جايبينهم لك النهارده بربطه المعلم من بسطي. ما هو انا المشكله ان انا بحاول اكونتاكت مع حضرتك من بقالي اسبوعين مش عارفه اوصل، فما صدقت اوصل. والله القناه عامله 3 تليفونات للبرنامج يعني. انا عارفه بس على طول مشغول بصراحه. طيب قولي لي ايه المشكله، حتى لو ما تمكنتيش من التواصل مع مسؤولين الوزاره انا اقول لهم المشكله. اوكي. المشكله في مدرسه الرواد كوليدج مدينه نصر. مدرسه الرواد كوليدج مدينه نصر. نعم. المدرسه دي فيها ناشونال وانترناشونال. نعم. وليها فرع في التجمع اسمه مانشستر. نعم. مانشستر دي مدرسه انترناشونال مزوده 30%. اما احنا عندنا في الناشونال مزوده 12.5%. مشكلتك الزياده؟ الزياده فوق ال 1000 جنيه. طيب اسمحي لي طيب اميره بس استسمعك، تسيبي لي رقم تليفونك، هكلمك بكره بعد ما اتواصل مع المسؤول في وزاره التربيه والتعليم. شباب عايز تليفون اميره برضو. فتحي من اسكندريه، اتفضل يا استاذ فتحي. يا استاذ فتحي. ايوه اتفضل. قول لي عندك عليك. مشكله في الايجار الجديد، بس هقول لك ايه مترو الانفاق لسه ما وصلت. سلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ فتحي.
الخط عليك. كان شركه الكهرباء. اتفضل قول. شركه الكهرباء. قول قول قول. مالها؟ كهرباء اسكندريه بيه. ماشي اتفضل قول. ساعتك انا يعني فاضل لي سنتين واطلع المعاش. سنتين وتطلع المعاش، طيب. وابني مقدم له، وفي ناس جديد ياما بتتعين، وانا مش عارف اعينه. فين؟ مقدم له فين؟ هل مقدم له في وزاره التربيه والتعليم في ال 30,000 وظيفه؟ كهرباء اسكندريه بيه. كهرباء اسكندريه. طب دي انا اقدر احلها لك ازاي؟ لا، مقدم له في كهرباء اسكندريه. طيب لما رحت قالوا لك ايه؟ استاذ فتحي؟ طيب يعني، طب حاول تتواصل معاهم، يعني انا في حاجات تتعلق يا اخوانا بالوظائف ما اقدرش احلها، انا في النهايه برضو مش القوه العامله، انا بحاول لو اقدر اوصلك بمحافظ بمسؤول، انا مش هتاخر، باخد صوتكم واستغاثاتكم وبنبعتها للمسؤولين. اخد محمد من القاهره، اتفضل يا استاذ محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. معلش حضرتك دلوقتي بتتكلم على موضوع مترو الانفاق، ان ممكن نعمل اعلانات عشان نجيب فلوس، صح كده يا فندم؟ هو الاعلانات ده مجرد اقتراح بس، هو المعنى ان مش شرط الحكومه ترفع سعر التذكره قبل ما تفكر في بدائل تحل مشكله العجز. طب انا كنت من حوالي 20 سنه بركب المترو، وكان اوريدي منتظم في ميعاده ايام ما كانت الشركه الفرنسيه اللي ماسكاه. نعم يا فندم. نعم. طب دلوقتي لما الحكومه مسكته بقى لها سنين والاسعارات زادت، وفي اوريدي لو حضرتك هتبص يعني انا بركب المترو كل فين وفين بلاقي في اعلانات، طب العجز ده بيجي نتيجه ايه؟ يعني الرقابه شغاله، الجهاز الماكينه شغال، العجز بيجي نتيجه ايه؟ احنا عددنا كبير جدا بيركبوا المترو، اليوم اللي بيعطل في المترو بيبقى في زحمه غير طبيعيه في الطرق. مشكله في الشوارع، نعم. طب انا سؤالي الثاني، حضرتك بتقدم اقتراحات جميله جدا جدا جدا. ليه ما فيش اي مسؤول بيقعد مع حضرتك يسمع الكلام ده؟ يعني حضرتك من فتره في برنامج في راديو، انا طبعا حضرتك من زمان كنت مقدم في حته نهر النيل بتاع الكونغو، ان احنا ناخد منه مجرى مش عارف كام متر. الحاجات دي يا جماعه يعني حضرتك بتجيب ناس متخصصه ومفكر كويس جدا، ليه احنا الحاجات دي ما بتدرسش؟ يعني ليه الناس مش سامعه؟ يعني احنا بص انا مش قادر اقول لك حاجه محمد، بس هقول لك حاجه واحده، انا بعمل يعني ما يملي عليا يعني ضمير المهني، او بعمل دوري ان انا باجي بجتهد، وقبل ما بطرح مشكله مش بهدف اطرح مشكله وزايد واعمل حنجوري واعمل دور وطني واتشل على الكتاب في الشارع، لا انا بحاول اوجد حل وبطرحه على الناس وبطرحه على الحكومه. في منهم اللي بيتواصل وفي اللي بيطنش. يعني بس هعمل ايه؟ هيظل ده دوري، وان دوري ايضا افتح لكم نافذه انكم على طول تخاطبوا المسؤولين، واجيب المسؤول هنا زي ما انا هجيب النهارده مسؤولين وزاره التربيه والتعليم عشان يقولوا لنا ال 30,000 وظيفه اخبارهم ايه؟ عايز اقول لكم في بيوت كتيره في مصر، مئات الاف والالاف من الاسر والله قاعده مستنيه التعيين في ال 30,000 وظيفه. طب ما الوزاره لازم تطلع وتتكلم. احنا طبعا بنشكرها انهم ارسلوا لنا النهارده اتنين من كبار المسؤولين للرد على اسئلتكم. اخد ام عبد الرحمن من الجيزه، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا بالمعاش واشتغلت 36 سنه في خدمه اليتيم. نعم. وكل المبادرات اللي قاعدين يطلعوها دلوقتي في المتطوعين والخدمه النفسيه انا عملتها من الثمانينات والتسعينات والحمد لله رب العالمين. أنا عايز أختم حياتي بحجة، أنا ليا ابن معاه الترنج الإنجليزي وكان بيشتغل خمس سنين وبعدين الشركة فصلته ومتجوز ومعاه عيلين. فحاليا دلوقتي بيشتغل محاسبة ياخد 500 جنيه يدفعهم، يحط عليهم 100 جنيه عشان يدفع الشركة. وأنا دلوقتي هم قاعدين عندي مش كل ما أعمل جمعية عشان إن أنا أوفر فلوس الحجة أختم حياتي بيها بيحصل له ظروف وبضطر إن أنا أديله الفلوس دي. فأنا كنت عايزة حضرتك تساعدني ان انا الاقي له اي شغلانه. هو كان بيشتغل محاسب خدمه عمر خمس سنين. حضرتك عاوزاه يشتغل ولا عاوزه تعملي حجه؟ لا انا عايزه يشتغل ويحل عن السلايه، وانا الحمد لله معاشي كويس ومعاش جوزي الله يرحمه. وتقدري تحجي بالمعاش ده؟ ان شاء الله ان شاء الله، وعندي حتتين دهب كده اتصرف فيهم الحمد لله رب العالمين، لان الحجه لازم تكون بفلوس. طيب استسمحك تقولي تليفون ابن حضرتك على الهواء للي عايل سمعنا دلوقتي وممكن يتواصل معاه. تليفوني انا؟ لا تليفونه هو، حافظاه ولا لا؟ انا مش حافظاه والله. قولي بقى تليفونه، يعني قولي اي تليفون لو اي حد سمعنا على الهواء مسؤول او رجل اعمال صاحب شركه يتصل بيكي، لا يتصل بيكي، يا ريت تقوليه دلوقتي على الهواء، قولي اي تليفون. 11
011 528 307 011 528 307 ده تليفون أم عبد الرحمن. بترجو أي واحد سمعنا دلوقتي وشايفنا وعنده وظيفة لابنها الشاب المحاسب اللي قاعد في البيت بقاله فترة بعد الشركة ما أنهت خدماته، هي عايزاه بس يحل عن سماها وهي كفيلة أنها تعيش نفسها بالمعاش، هل نجد استجابة؟ أم عبد الرحمن تجد استجابة لمطلبها لو أي حد من رجال أعمال مستثمرين أصحاب الشركات؟ نرجو ذلك. هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل مواصلين معاكم فقرات برنامجكم مساء الخير. عايز انوه ان الثلاثين الف وظيفة اللي عدد كبير من ولاد حضراتكم قدموا بيها لوزارة التربية والتعليم النهاردة المسؤولين هيجوا ويردوا على اسئلة حضراتكم. ايضا هنتكلم عن المصل الامصال اللي احنا عايزينها نطعم بيها اولادنا، اسباب ارتفاع اسعارها واللي برضو غياب عدد منها. وما تنسوش الفقرة الطبية النهاردة هيكون معنا دكتور محمد عبد الغني استاذ امراض القلب بطب قصر العين. فاصل قصير ونرجع تاني.